محبة على أخواني الزملاء من الدول الشقيقة والصديقة، نتقدم بكل الشكر والتقدير للأخ العميد أركان حرب محمود العيدروس. طبعا في عندنا منطقة في عدن، منطقة كاملة قائد وحدات المظلات، في عندنا منطقة كاملة باسم العيدروس، وهذا يشرفنا، ومسجد العيدروس برضه في عدن، حافظة عدن. هي معاها وقع الحكاية دي، اكتشفت احنا اصلنا ايه، اصل العرب اليمن. نتقدم بالشكر ايضا والتقدير للواء اركان حرب عبد العزيز القاضي أشرف عبد العزيز القاضي، مدير كلية الحرب العليا، على هذا البرنامج القيم. فوالله ان احنا سعدنا بكل الزيارات للقوات المسلحة المصرية، وعرفنا انه معانا درع عربي موجود، درع العربي المصري. احنا شخصيا باليمن يدين لهم بكل الولاء والاحترام، لأنهم كانوا أساس ثورة 26 سبتمبر و14 أكتوبر، وهو يوم أمس يوم المناسبة. أيضا نحن نرحم على الشهداء المصريين، أخواننا المصريين الذي استشهدوا في ميدان المعركة في محافظة صعدة، وليس صعدة، صعدة وعمران وصنعاء ومارب وكل المحافظات اليمنية، وكانوا سباقين في الدم معنا قبل أن يجوا 73 قوات الدرع العربي من مشاركة اليمن. لهذا نشكر الأخوان في قيادة المظلات، ضباط وأفراد، ووالله إنه يسرنا إن إحنا نشوف إن الأعلام للدول الشقيقة والصديقة تنزل من اليوم. يشرفنا أيضا إن الأخوان في المظلات مثال عالمي، أصبحوا مثال عالمي، وهذا فخر لنا. ايضا يقوم السيد اللواء اركان حرب اشرف عبد العزيز القاضي مدير كليه الحرب العليا باهداء درع الكليه الى السيد